السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج السرشاجي. تخيل أنت بقى عندك 40 سنة ومجوز وعندك أولاد، وفجأة الشركة اللي أنت شغال فيها قالت لك بح، أنت خلاص أنت طردت، متشكرين عن خدماتك، هيدوك آخر الشهر مرتبك وخلاص على كده. والشركة اللي أنت كنت شغال فيها دي ما قدرتش تحوش منها أي فلوس، فبتبتدي تروح البيت، جالك كرب فظيع أن أنت مش تلاقي شغل وسنك 40 سنة. قصتنا النهاردة عن واحد قدم في شركة أخشاب ومقاولات، بتعمل خشب وبتعمل أعمال نجارة، وقعد فيها 20 سنة عن عمره، على عمره اللي هو عنده 20 سنة، فقعد فيها 20 سنة بقى عنده 40 سنة، 40 سنة في الشركة دي، تمام؟ وفي آخر السنة، وفي آخر قصدي 40 سنة، قالوا له أنت الشركة خلاص بتخسر، ومعلش إيه، وإحنا عايزين نقلل كوست ريدكشن وعايزين نقلل في التكلفة، وأنت حضرتك ما بقاش ليك أهمية. فإيه اللي حصل؟ الراجل روح البيت، كلم مع مراته، شايف البيت طبعا، يعني تخيل واحد عنده 40 سنة وكده، يعني خلاص يعني اللي هو بينهار يعني. قال لها بصي أنا عندي حلم وعايز أعمله. الحلم اللي هو إيه؟ إن أنا عايز أعمل، أنا بفهم في النجارة وعايز أعمل زي شركة نجارة بسيطة. قالت له طب ماشي، طب انا اعمل ايه؟ قال لها بصي احنا الشركه دي هتحتاج شويه فلوس صغيره. قالت له طب احنا نجيب الفلوس منين؟ قال لها بصي احنا هنرهن البيت شويه. وهنا تيجي فكره الريسك تيكرز، اللي هو اتخاذ المخاطر. صدقوني يا جماعه، في ناس ما بتاخدش المخاطر. واحد عنده 40 سنه هيتخذ مخاطر في ايه؟ ده اللي عنده 30 سنه و20 سنه ما بيعملهاش. واحد عنده 40 سنه يعني المفروض ان هو يشتغل ايه؟ امن، يشتغل في اي حاجه تجيب له فلوس وخلاص. لا، قال انا هعافر. وفعلا رهن البيت وخد فلوس البيت وعمل شركة صغيرة اللي هي بتعمل مقاولات للأعمال الخشبية وكده، واللي هو بيعمل خشب للبيوت والكلام ده، عشان في أمريكا، على فكرة القصة اللي أنا بتكلم عليها دي قصة حقيقية، عشان في أمريكا البيوت بتتعمل من خشب مش زي طوب الأحمر هنا في مصر. وراح فعلا عمل كده، أول مقاولة خدها كانت 3 بيوت، بعد كده بقت 12 بيت، وابتدى اسمه يتعرف على سن 45 سنة، ابتدى اسمه يتعرف اكتر على سن 45 سنة، قعد 5 سنين فاتح الشركة دي. بعد على سن 50 سنة ابتدى يقول طب ما انا بقيت معايا فلوس، طب انا فكيت رهنيت البيت وهو معايا فلوس. فقال لمراته انا عايز اعمل فندق، انا هشتري ارض، قطعة ارض كده في منطقة حيوية، وهبني عليها فندق. فمراته قالت له اوكي. ففعلا عمل الفندق، بنى الارض وبعمل الفندق، وسمى الفندق هوليداي ان. والفندق اكبر فندق، والفندق جه فندق، وسن 55 سنه عمل الفندق ده، فاول فندق ليه. والفندق تتلى الفندق، والفندق بقى يتولى على الفندق، والفندق بقى يكبر ويعمل فندق تاني، وهكذا وهكذا. في سن ال 65 سنه احتفل ان هو عنده 15 فندق في العالم، حوالين العالم، باسم سلسلة هوليداي ان. دي على فكرة يا جماعة من اشهر الفنادق في العالم، هوليداي ان زي هيلتون وهكذا. هوليداي ان دي مشهورة جدا. على سن 75 سنة، بقى عنده اكتر من مئات الى الاف الفروع الفنادق في العالم من هوليداي ان. وده كل ده يا جماعة من امتى؟ من هو عنده 40 سنة. 40 سنة اللي هو سن ال 40 سنه هنا في مصر، مفيش حاجه اسمها ريسك تيكرز، مفيش حاجه اسمها يتخذ مواقف او اللي هو ياخد مخاطر. انت دلوقتي لما والدك بيكبر ولا والدتك بتكبر، لو هما مثلا محوشين 1000 2000، لو انت قلت لهم انا عايز اعمل، عايزين مثلا نعمل، عايز اعمل مشروع، هما هيبتدوا يترددوا، لا يا محمد لا، او يا مصطفى لا، او يا احمد لا، او يا عماد لا، مش لازم فلوس، احنا الفلوس معانا اهي وبنقطر منها واحده واحده. الراجل ده عنده 40 سنه. فعشان خاطري كن قويا لاجلك، ما تبقاش فاشل، اوعى تكون فاشل، اوعى تيأس، اوعى يتقالك كلمه فاشل وتسكت. صدقني انت لما يتقالك كلمه فاشل وتعافر، الناس اللي بيقولك فاشل هتسكت. صدقوني يا جماعه، حب الطموح وهتعمل معجزات والله. كان معكم محمد تحسين من برنامج السرشاجي. اي حاجه يا جماعه انتوا عايزينها قولوها لي، اي حاجه عايزين تعملها لي احسبها لي في الكومنت. ما تنساش تعمل سبسكرايب، وانا معاك في اي حاجه.